حبيبة قلبي أصولة، يعني صديقة أول شيء قبل كل شيء، ثانيا قريبة مني جدا، وجودي مع أنا على فكرة يعني أغلب الفنانين حبايبي كلهم أحبهم وأصحابي وكلهم كل حب واحترام. فاليوم أنا أي إنسان أغني معاه أكيد ما راح أغني إلا أكيد مع إنسان أحبه، وأصالة كل اللي قاعد تقولها من قلبها أدري، لأن حتى هذا قاعد تقوله حتى وأنا أكون معاها هذا نفس الكلام تقوله، يعني مريا هذا دليل إن 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 الكويت هي مركز الفن وفن الحفلات، دليل إن المهرجان يعني هذا المهرجان من عمره من بداية عمره للآن استمراريته هو دليل نجاحه، وكلامي عنه أكيد لأن هذا المهرجان خلق لنا وإحنا يمكن مؤسسين لهذا المهرجان في البدايات، ووجودنا فيه أكيد شيء طبيعي وأكيد فرحة